إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعدد، تم تنظيم واحد الدورة التكوينية لمدة 3 أيام يوم 12 و13 و14 و17 و18 ببركندوز وبالداخلة. الدورة التكوينية همت الفاعلين الاجتماعيين والجمعيات والتعاونيات وبعض الشباب من منخرطي الجمعية. الموضوع الدورة التكوينية أهم بالأساس وهو تعريف مجال الهشاشة واهتمام الهشاشة وأيضا تعريف اتفاقية الشراكة وآلية تنظيمها وتنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع. سوف يختتم هذه الدورة التكوينية بتوزيع شواهد المشاركة على المستفيدين من برنامج ديال الدورة التكوينية التي همت هذه المدة من الأيام. عمر سويني مؤطر ورشات الدورة التكوينية التي تنضم مع جمعية العهد الجديد للتنمية والتعدد بشراكة مع اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم أو سرد. هذه الدورة التكوينية تتعلق بالشراكات التنموية وخضنا فيها من خلال مجموعة من الورشات شراكات من حيث التدبير، من حيث البحث كذلك على الممولين والشركاء المحتملين، وكذلك دراسة المشاكل الاجتماعية وبالأخص مفهوم الهشاشة الاجتماعية وكيفية الاشتغال على محاربة الهشاشة الاجتماعية لحماية الأشخاص في هذه الوضعية من السقوط في خط الأخطار أو ما يعرف بخطوط الفقر. رحيم فاطمة الشقاف رئيس جمعية الحياة بجهة داخل وادي الذهب، احنا اليوم كيف شفتوا في إطار دورة تكوينية منظمتها جمعية الهدف العهد الجديد للتنمية والتعاضدية، ونشكرهم من هذه المنصة على هذه الحقيقة المعلومات اللي اكتسبناها اليوم، الحقيقة مهمة جد 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 مهمة لكل جمعية تعرف كيفاش الطريقة والوسيلة اللي تخدم بها والوسيلة اللي من تقبض دعم تمشي في, 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 في نطاقه اللي يرجع بمردودية إن شاء الله اقتصادية واجتماعية على الجهة. ورانا نشكر مرة ثانية على انهم عطاونا الحقيقة في هذا الإطار طرقوا لياس المواضيع الحقيقة المهمة، كمثلا استفادة الجمعيات من الإعلام، كيفية التعامل مع الإعلام وكيفاش مثلا عنها تدبير المداخل الجمعية وكيفاش يمكن تجديد المكتب وكيفاش الحقيقة اللي أي جمعية الحقيقة فاصلة ومحتاجة لهذا النوع من الدورات التكوينية اللي الحقيقة شكر جزيل لرئيسها اللي الحقيقة بذل هذا المجهود. أنا مش مكتب وطني عاود يدوز فيه ولاية بركة عليا تدير واحد المجلس.